قاسم من السودان معايا؟ اهلا مرحبا يا احمد سمير. مرحبتين يا زول. بعد 70 سنه من النكبه، مين اللي باع فلسطين، الفلسطينيين ولا حكام العرب المتآمرين؟ كل حكام العرب. من الملك عبد العزيز من سنه 39 وافق على اليهود انه يدخل القدس يا احمد. كل حكام العرب والصين يا احمد. الشاعر الفحل الابنودي قال للفلسطينيين الحل من الداخل، وابشروا برمضان شهر الانتصارات ان شاء الله الكريم، شهر العظيم، شهر البركه والخيرات، شهر الانتصارات يا احمد. تحياتي لك يا ابو عبد الله. تحيه ليك يا معتصم، تحيه لاهلنا وارحمنا في السودان.